فمنها
أرأيتم ما تدعون ما أنا أقول له. وقوله إن أراد الله الجنة الجنة هذه مفعول ثاني ومفعول ثاني. وهذا يوجد في القرآن كثير، لأن القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم المسلمين وتحداهم بمثواب التحديات. وقول ما تدعون من دون الله، تدعون هل المراد بالدعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة ويتعبدون له وينذرون له ويسعون ويصدقون والعياذ بالله لأسمع. وقد ذكروا ان العرب منهم من اذا نزل بارض طلب اربعه احجار وجعل ثلاثه من هذا الكبر وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله. وان منهم من يصنع بيده من التمر كان من يعبده، فإذا جاء قال أطعمني ولا أطعمك ولا أطعمكم أكله هو. فكل هذا الحمد لله على من الإنسان هذه الأصنام التي يعبدون. وقل إن أرادني الله بضر هل قلنا تصل إلى بضر؟ ما تقدر. وأراد الله للإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تشهده، أو أرادني برحمة هل هن من كتاب رحمته؟ إذا كان ما تقدر تنسى الرحمة، يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع أن تنسى رحمة، بل قد يجيء الله رحمته ولا تنفعهم هذه الرحمة. فصارت واقف في الضر ولا تمسك النفس. قلت ذلك اذا فلماذا يعبدون؟ لماذا يعبدون؟ وجه مناسبه للايه الترجمه ظاهره جدا، لان هذه الاصنام وعبادتها ليست سببا لكشف الاضرار ولا لامساك المنافع. قل ويخاف عليها كل ما كان غير سبب شرعي. وهذا الحقيقة يدل على صدق المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه، وإلا في الآية هي شك في الشرك الأكبر قبل فتوى ضرور تكون الأصنام، ولكن فيها أصنام شكا، وهو أن هذه الأصنام ليست أصنام تنفع ويقاس عليها كل ما ليس بسبب، لانه يعتبر اشراف بالله عز وجل. هذه الاسباب لا تنفع الكفاح، هذه الاصنام لا تنفع العابدين، لا بكسب الضر ما نقول ولا بقلب الخير ولا بانفاس الخير. والذي ما يستطيع ان يمسك الموجود لا يمكن أن يوجد كل ما أي إنفاق موجود ولا إيجاد معدوم. إنفاق موجود، فما دام هذه الأصنام ما تمسك الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وأرادها بالعبد فسوف تجلب الرحمة لها. إذا ما فيها شيء، لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في إنفاق المنافع. وكأن قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره، كاشفات يشمل الدفع والرأس، يشمل الدفع والرأس، فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإبارته ورفعه، ما تستطيع لأن هي مخلوقة وكيف تكون خالقة. يقول مؤلف الآية بشاقة قل حسبي الله، حسبي بمعنى كافي،
كافية حفظ أو كافية، والحفظ بمعنى الكفاية، ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب الذي هو العدد، بل هو من الحفظ الذي هو الكفاية. نعم. وقول حفظي الله نشوف أراده حفظي مصدر والله خبر، ولا حفظي خبر مقدم والله مصدر معه ها؟ هل معنى الله حفظي ولا حفظي الله؟ ربما كبه نفسه، لكن أي هذا أن تضع الحسن مبتدا والله خبر، أو على التقديم الصحيح. أولا إن الأصل ما هو الأصل؟ عدم التقديم الصحيح. الأصل الترتيب أن تكون حسن مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حفظ نزل ولا خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأرض لا مع الأرض، لكن مع ذلك دون الخبر حفظي الله أبلغ من الله حفظ نعم، يعني إن هو حفظي الله مثل لا حفظي لا حفظي إلا الله، فأقول أبلغ لأنك تكفر عن الحفظ من هو. أما لو قلت الله حفظي أخبرت عن الله بأنه حفظ فقط أن هذا هو أبلغ. وتبين الآن أن حفظي الله حفظي مبتدا والله خبر، يترجح ذلك بوجهه. الوجه الأول أن أصل عدم التقييم الصحيح، والوجه الثاني أن الفرق بينهما ذاك حفظي الله أبلغ، يعني ما لحفظ إلا الله. وإذا كان الله حفظ فهل هذا سبحان الله العظيم القرآن فعلا هذه الأصنام تضره؟ ما تضره. ولذلك أهل الأصنام لمن تربيت أصنامهم قرويه يصور بك الليل ما تنمي قرويه يصور بك، يعني يصيب أنت في سبت الآن فالليل ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله، يعني أصنامكم هذه أنا أكبها وأكون ما تنفع ولا أبالي فيه. نعم. وعلى هذا فإذا توحدك أحد من هؤلاء الخرافيين دارك في جبن الليل وبيجيك شهور شهور أقول حسبي الله ما فهم الإسلام ما فهم منه. عليه يتوكل المتوكلون، عليه قدمت لماذا؟ بإفاده الحفظ. كل ما من حق التأخير إذا قدمته فإنه يكون حق، كل شيء حق التأخير إذا قدم يكون لحق. عليه لا على غيره، نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 14 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولة لأجل الحق. وقوله يتوكل المتوكلون هذا قد يقول قائل ان التحقيق حق، يتوكل المتوكلون كقول قام القائمون. نعم كبرى. وهل يمكن ان يوجد في كلام الله تحقيق حق؟ ابدا. كل كلمه كل حرف في القران له معنى، لكن هو لا نحيط به، هو أصلا لا نستطيع أن نحبه، لأننا قاصرون
فما معنى قوله يتوكل المؤمنون؟ ولو قال يتوكل المؤمنون فالامر واضح، خلاف بين الفعل والفعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون ايش المعنى؟ انتم فاهمين الان؟ يلا اثنين المعنى ان المتوكل حقيقه هو المتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا متوكل على شيء وليس المتوكل، التوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل. ولا ينافي يا جماعه ما ينافي ان يتوكل الانسان الشرك حاجب وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجب وبين توكلك على الله الا بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء تعتقد انه اعتماد وعنادك وأنه هو الذي بيده نفسك ولا ضربك، وأيضا تعتمد عليه وأنت متضلل إليه مستقر إليه بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، لأنه يعني يصح أن يكون أنا وكلت فلان وتوكلت على فلان اعتمدت عليه ثم اعتمد عليه بمثلك، لكنه ليس هذا كهذا، الأمور المعنوية والشعورية تختلف. هذه عندنا رجلان، واحد إن نضرب على العود من عمليده فرح تختلف جدا، وآخر إن نعد بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسر من بحر، بين الفرد الشعوري والله فرق عظيم، ويمكن أن يسمي الشعور كله فرح لكن فرح فرح عظيم، هذا فرح يعطيه ما في القلب، فرح له يعطيه ما في القلب والغفلة، وهذا فرح يعطيه حياة القلب والإخبار عن الله. نعم في حلقة من كتب، فقال ما هذه؟ قال من الله، فقال انزعها فإنها لا فقال انزعها فإنها لا تجدك إلا وهي، فإنك لو نفت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ولهو عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وضعة فلا وضع فلا وضع الله له. وفي رواية: من تعلق سمينة فقد أفلح. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله قولا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك. شرك الحلقة، ما المراد بالشرك يا إبراهيم؟ فقد أن يتأثر
سابق نحو سؤال ناس بصنه ست أكثر إذا فقد أنها غابرة بنفسه إنه سؤال الله سبيل نعم في الخلق نعم وعنها ست بروبه نعم عبد الرحمن لأن ماذا كانت من ست أكثر إذا فقد أنها صبر والله تعالى هو مثبت وهذا موهم نفسه كأنه شارح الله تعالى بجانب هذه الأفراد هذه الأشياء سببا خوف الكفر نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه إذا قتل الكفار هو شيء آخر ماذا رب لأنه أشرك ماله أكبر لأنه يحط على نفسه في الأرض كده مرة أخرى لأنه اعتقده سببا ما اعتقده فاعل بنفسه اعتقده سببا فقط ويرى أنه يكبس والله عز وجل لما شارك الله في الجعب ما يعتقد لا ما يعتقد يقول هذا السبب ولكن ما يعتقد أنه هو الفاعل يعتقد أن الله هو المسبب السبب ليس فاعل بنفسه وهذا هو أن هذا السبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما نستحيل بعد ما نعرف المقول إن فأمر إن أثبت لهذا السببية والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببية فيه مو أنت فهذا إعتقاد باطل السببية يكون فعلا يكون شارك لا حتى المشارك في التشريع يعني التشريع حكم ولا أنا مقصد هذا مقصد على عبارة فعل هذا الشيء سببا والفاعل من فهو تعلق بالربوبية وفاعل من هو الله فهذا فقد شركا شركا أكثر لأنه فقد عن نهاية بسببه سببا طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما فرق بينهما في الشأن أصبح وقبل الوصول والرفع بعد من تعلق الحديث أكبر أن يكون هذا منها خمسة من العين أو شبهها فاللي يتعلق هذا وقول رسول الله عليه وسلم فلا أتم الله له والجملة هنا خبرية أثمانها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مفهومة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيقولون أن الله لا يسمي له ذلك والجملة هنا خبرية لا شك لها لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسمي له يحتمل هذا وهذا وكلا الامرين قالوا ارى ان التنميه محرم سواء نفى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يسمى الله له او دعا عليه لان الله تعالى لا يسمى له اما نحن موقفنا مثلا ممن علق التنميه هل نقول لا اتم الله لك جزما او ندعو لك لان الله لا يسمى له ثم بعد استمرت إخوان النبي عليه الصلاة والسلام على ربه الخبر فإننا نذكر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من علق وضع الرمي فلا وضع الله له الوضع الواحد في الوضع وهو شيء أحجار تتخذ من البحر يعلقونها أيضا بدفع العين يظنون أن الإنسان يعلق الوضع الحارس ما عادت بالعين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائده
ولا وضع الله له. وقول لا وضع الله له إذا مجنون أو لا ترفه في ضعف والسكون. نعم لا ترفه في ضعف والسكون. وضد الدعوة والسكون القلق والألم والمحشرات. وقيل لا وضع الله له لا ترف الله له خيرا. لا ترف الله له خيرا لمعامل بنقيق قصد. وفي رواية من تعلق سميمة فقد أشرك. وهذا الشرك منعه على حسب ما سبق في أول الباب يعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون في عند الله فهو شرك أكبر. وإلا فهو شرك أكبر. ولدنا بحاتم عن حريفة أنه رأى رجلا في يده خيط خيط من الحمى فقطعه وقرأ قوله تعالى وما هم يعصرهم بالله إلا وهم مشركون. من الحمى خيط من الحمى الحمى محبوب من ليست من بيانهم ليست كفافا من حديث ولكنها للسببية أو حوض لبسه من أجل الحمى لأجل أن يسوون عليه فقطعه. وهذا صغير منكر باليد. نعم فكرة الطرف عندهم قوة في محلات قادرة. نعم هذا الرجل لما قطع وطلع عليه الآية ناوشوا إياه فقطع وقال قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون جملة وهم مشركون في موضع نفس الحال إلا وهم مشركون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن وأن هذه الخيط الذي لبسه حكم نوع من الشرك. وفي هذا الاثر وفي هذه الايه الكريمه دليل على ان الانسان يجتمع في حقه ايمان وشرك. قال وما يؤمن الا وهو مشرك. ولكن ليس الشرك الاكبر لان الشرك الاكبر ما يتمع مع الايمان ولكن الشرك الاكبر. وهذا امر معلوم أن الشرك أكبر جامع الإيمان ولا تغير الإيمان بالكلية ولكنه نقسم في الإيمان بلا ريب. اللهم أعلم من تعلق شيئا ويعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار وأكبر همه ونظر عينه واعتماده والرجوع اليه فانه يوكل اليه. ومعنى يوكل اليه اي يسند اليه ويفوض. وكلمه شيئا نكره في سياق النفي او الشر فتعم جميع الاشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينال ينتابه تعلقه بالله فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كفيه. وبهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند مولى الناس الأمور. فقد قالها إبراهيم حين أوقي في النار فقاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له ان الناس قد جمعوا له قال هو واصحابه. ومن تعلق غير الله وكل اليه ايضا. ومن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا او ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه او بما لا يقدر فانه يوكل عليه يوكل اليه.
لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تألقه به شرك، والشيء الذي يقدر عليه تألقه به من باب تعلق الثبت، من باب التعلق بالثبت. فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق الثبت فهذا شرك أكبر. وإن تعلق به مع اعتقاد أن الله تعالى هو مثبت فهذا صحيح ولا ينافي التوحيد، ولا ينافي التوحيد. ومع ذلك فإنه ينبغي للإنسان حتى مع وجود الأسباب الصحيحة الشرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا إنسان عنده مرتب، عنده مرتب معلق رزقه شغل بهذه الجهة التي يحصل منها هذا المرتب، فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل به المرتب مع الإعراض عن مهيئ السبب فضل الله فهذا لا شك أنه نوع من الشرك. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على المسبب، لكنه لا لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب، فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن ما اعتماد على من؟ على المسبب هو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت بحصول الرزق أو تسهيل الأمر أو رفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرف أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا، لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور أصحاب القبور بمن في القبور. ولهذا إذا مسكتهم الضرة الشديدة يقول يا ربي أنقذنا، لا يقولون يا فلان أنقذنا وفلان أنقذنا، منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو حسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي وبدوي وإلى آخر، ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لفظ أكبر مفرد عن المدة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعرار عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليهم، فهذا الشرك نوع من الشرك. ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله عز وجل. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب نعم تعلقا مجردا بكونه سببا فقط مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله وأن الله تعالى لو شاء لقطع ورشا إلى أبطاء، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا ثمارا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وصل إليه هو مطلق، لكنه فيه هذا التصريح بما تقتضي الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم. يحصل على الصدر هو الصدر. نعم. مع عدم الصرف لله الله. نعم. أنا ما أنسى. ولهذا الرسول اعتمد على الصدق، قال لولا أنا لكان في الصدر أحسن من الله.
الاعتماد على السبب والغاء عن المنع يقول هذا السبب يقع بنفسه. أما إذا كان أعتقد هذا السبب يقع بنفسه يقول لا فهذا معلوم ما يجب. هنا الفرق بين أن يقول هو هذا الاعتماد على السبب الآن مع كونه ما يمكن أن يكون السبب من الله، ولكنه أيضا ليس في قلبه أن يكون معتمدا على الله في هذا الأمر، هذا نوع من الشرك ولكنه ليس بعبد. مجرد غائب عن الناس الله تعالى، غالب الناس الآن، غالب الناس الآن على هذا، غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب والأسباب هم الذين يشري وتبرد، ما كان كل واحد يجي يشري وتبرد يستحوذ على الوقت إن الله جعل ذلك طلبا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على أسباب الظاهرة. وهذا أمر حقيقي، أمر واجب للمكان النفسي. حتى عند الإنسان مثلاً ممكن أنت ما أقول عندي يعني ما أنت رحم عليك نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو خالق له. أنت ما أقول أن تشعر بأن الله لك وضع لك له هذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلاً أن يكون الله تعالى هو مسببها. وتأمل في نفسك في هذه الكبيرة. وأمل من غفلة. يعني إيش موضوع حطوا على بعضنا؟ لو أنك تعرف هذا الغفل الذي فعل الصرفات عن الكبير وفعل، هل أنت اعتمدت على هذا الصرف بدون الله؟ فقال فلا أبدا. أبدا. لكن أنا عندي ممارسة الصرف ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه فضل صرفة. هو ما في شك فرق من جهة حال الناس بين الرجاء في الأحيان مو هو الذي يحصل ذلك، لكن ما نجعل هذا فرق موجبا لكون هذا مشرك محرم فنقول هذا أكمل من هذا ورقم نقل الشرك ما نقول شيء. الشرك انه يعتمد على السبب وهو يعتقد ان هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. اما اللي يعتقد ان هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما يقول عنه شيء، لان ما يمكن احد ينكر بعثية الله ابدا. هذا بالحقيقة مو قصد نظر، هذا يعتبر إلغاء لأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه، لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، يضمون على إلغاء الأسباب وفي الحقيقة أن جنس الأسباب متنقص لله عز وجل، وأن تأثير الأسباب في مرتبطاتها من حكمة إنها عبارة عن علم تكفر جوال الله، فما أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا تصح أنه نقص في العقل وهو أول ألغى أن تنقص في حكمة الله عز وجل، لكن أسباب الله يجهدون عليه كل أن يكون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أسباب أكثر شرعية مثل ما أصاب الأوراد التي يعتمدون عليها ورمي أمرها تأثيرا، وهذا يكون من القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك وقد يكون أكثر أبو حلمه لا نكون شركا أكثر. نعم تعلق به في قلبه تعلق النفس، ولهذا ما قال من علق شيئا من شيئا، قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء اجواءه واماله وخوفه ونحوه وكل ما يتعلق بالناس لانه يتوجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به عن العلق.
الصح المتعلق. قال وما في الإباحان المعلق من القرآن فراح تقول بعض الصلاة وبعضهم من مرقص وأبعدهم ما هو عنه منه مثل مسعود رضي الله عنه. وهذا أيضا قرآن ما قرآن إذا كان معلق من القرآن أو من الأبجور المباحة والأبصار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها اختلف فيها الله ومنهم من رقص فيها ومنهم من منعها. فالذين رقصوا فيها جعلوها باخرة في عموم قوله تعالى والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقالوا إنها أكبر أن في القرآن شفاء وإن كنت ولم يذكر الوسيلة التي نترصد بها إلى الاستفاء بهذا القرآن فضل ذلك على أن كل وسيلة من تترصد بها المرء إلى الاستفاء بهذا القرآن فهو ضعيف. نعم فما لو كان هذا الدواء دواء وأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يضر تعبوا القرآن من استشفاء به قالوا لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة بل في جوابه وهي القراءة به القراءة به يعني دائما انك تقرا على المريض بالقران وما دام ورد بهذا فاننا لا نتعداه ولا نتجاوزه لاننا اذا جعلنا الاستشفاء بالقران على صفه منفرد فمعنى ذلك اننا اثبتنا سببا ليس بالشرع. فمن يقول ان تعليق القران يكون سببا للشفاء من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لذات الأول؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا. لولا الشعور النفسي بأن إذا علقت من القرآن إنه يشفيك لولا هذا الشعور لكان عدم لكان الاعتراف في كونه غير سبب امرا صعبا. يعني مش العلاقه بين تعلق ايات من القران على صدرك والعلاقه بالمرض لان هذا التعليق لم يمارس المرض بخلاف الريح الذي تنفق به على مثل الالم فانه لا شك يتاثر. ولهذا الاقرب أن يقال إنه إنه لا يندم أن تعلق هذه الآيات من استشفائها لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قصية القرآن كل لا قد يقول قبحا وقد يقول هجرا وقد أعتاب الناس والقرآن على صدره. وأيضا هذه نحن نوجد أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القدرة وعليه القرآن وهذا نوع شعن له. وبالنسبة للصبي ربما يقول ربما يقول فتترقب السياق وتنتشر رطوبة الضوء إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة وهذا غير مشروع. مثلا علق الفرد على آخره وهو مثلا الفرد على صدره ما استغنى به
واستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ورد. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ وعلم الاستشفاء لم يرد فقط، الصحابة اختلفوا فيه، منهم من رفض ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لو أمنعك أن يصل إلى طرف الصحيح فأنا أتوقف فيه، لكن الذي ذلك الذي أرى أنه لا ينطبق منه. إذا تضمن الحورات هو يصير محقاً من أجل الحورات، هنا بعض يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحرب به إن شاء الله غير معي. وهذه عزيمها هي الطالب هو بالتعزم بالماء وعنه من هاتفه يقول وخص منها الكريم، خص من الرقاء الكريم ما خلا من الشرك، يعني هو الذي خلا من الشرك وجوه أي قراءة تقرأ عن الذي خلا من الشرك فهو جائز، سواء كانت مما ورد لكم عملا ولا كما تلقاها المريض قلت اللهم عافظ اللهم اشفه وارحم عافيه وما اشفه ذلك يقول ولو قلت اللهم رب الناس عزيز الباب والشمس الشافي يجوز، لكن تذكر شرك يشتمل على كل ما يجوز مثل قوات انقذوه، نعم هذا ما يجوز، نعم أو فلان الميت أنقذ أو اشفيه أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والحمى معروفة وهي التي تسمى عند العامة الحاد، والحمى اللطغة، اللطغة يوضع الإنسان عقرب أو داب حية فإنه يقرأ، وراهر كان المؤلف أن الكريم لن يخص إلا هذين الأمرين العين والحمى، مع أنه قد ورد الرقاء لغير هذين السببين، فقد كان نصوى للقرآن ينفذ بيديه عند منعه المعوذات وينفذ بها ما استطاع من جسده، وهذا هو من الرقية وليس عينا ولا حمى ولهذا جرى بعض أهل العلم التغليق في الرقى من القرآن بالعين والحمى وغيره عامة، ويقول من الحديث لا رقوة إلا من عين والحمى، أي معنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والحمى، فالعائن تطلب منه الذي يقرأ عليه وقرأ عليه لأنه هو العائن المسيح، وكذلك الحمى فضل من غيرك أن يقرأ عليه لأنه مفيد كما في حديث أبي سعيد في قصة الصورية. والله لا لأن سنت حتى من العين تدخل العين والحمى لهذا أقرب إن كانت من خمس مأمور مكتوب ولم يأخذ القرآن فهو جائز أيضا في الرقى، لكن هنا في الرقى فإذا قرأت هذا الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه راوي في الشرع ولا بأس به، والحقيقة أن مثلا لا ترخص الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله،
بين الضبط انها تنفع بذاتها من دون الله هو محرم، لان هذا شرك. اذا ماذا يعتقد؟ يعتقد انها شرك، يعتقد انها ضبط. الشرط الثاني ان لا تكون مما يخالف الشرع، فان كان مما يخالف الشرع فانها لا تجوز. كما لو تظن دعاء الدعاء بالله او استعاذه بجن وما اشبه ذلك، والامر في هذا واضح. الشرط الثالث ان تكون مفهومه معلومه، فان كان من جنس الضلال والصعوبات وما اشبه ذلك فانها لا تجوز. مثل لو جاء واحد قال يقرا وكان يفهمت معلومه، نعم فلان ما يقرا ولا يقرا، فانه لا يجوز ان تكون الوقع بهذا. نعم، فصار الشروط الان ثلاث. الشرط الاول لا تقل انها مؤثره بواقعها، بل انها سبب من الاسباب، قد تنفع وقد يكون مانع دون ذلك. الشرط الثالث لا تخالف الشرع، فان خالفت الشرع وان اجتمعت على شرك او دعاء او استعانه بالجن او ما اشبه ذلك فهو حرام. الثالث ان تكون مفهومه المعنى، فإن كان خير مفهومة المعنى فإنها رافضة، فإنها رافضة. هذا بالنسبة للرقى. بالنسبة للسمائن نقول إن كان السمائن من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومن من منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا. وذلك لأن هذه السمائن لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انها سبب يدفع به البلاء او يرفع. واذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام فان اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. ولكن لكن هذا السجود هو الظاهر، الظاهر ما جاء عن الظاهر، والكلمات ما جاء عنه.
لكن كون التقيد بهذه الوقود مؤمن فيها شيء ما عبد عليه وانا ما قرأت منه لكن كون التقيد بهذه الوقود يقول ان علمت فيها اكثر فاكثر فانهمها معهم فيها شيء ولكن وقال هل يمكن ان يكون هناك شيء موجود؟ لا لا ولا موجود ولا موجود. على كل حال ان ينطبق الشروط اذا كان هذا هذا لا يخالف الشرع. لكن ما اعتقد ان يكون باب الشروط الا ان فيه مؤمن يخالف والله اعلم. طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد عن رويس وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويس لأن الحياة ستعود بك هذا التوسع ومن رسول الله أن توسع أن تطول به التوسع وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا وقال إن الحياة ستعود بك فأخبر الناس أن من عقب بحيته أو تقلب وفرا أو استنجى برفيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا الطريق التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحى معروف اللحى عند العرب كان صفقة من تقصر ولا تسرع فما أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها بأسواق الطرف الأول ادخارا وعظما تجد يعقد طريقة مثلا أو يعقدها مع وقت حفظة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه طيب قومه وما شبه ذلك ويكفر به وربما يعقدونها خوفا من الأيض لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تكون رؤيتها وتكون فيها نوع من الكفر فيفعلون هذا خوفا من العيش وهذا من باب التطير هؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منهم من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها في الأرض يقول هذه عن العين هذه عن العين وتقولون أن الذي يأكل هذه اللقمة يصاب في العين إذا جاء عن صودع نفس أخذوا منه حبة ورموها في العدل إذا جاء إناء فيه ثمر أخذوا ثمرة ورموها في العدل هذا موجود عند العوام عندنا لكن أظن الحمد لله خطأ الآن إذا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء دخل مسكوب قبل يلقى منه شيء على العدل لا ما هو الاستقامة يعني هذا عن العين أن حافظ تكون العين هذه يكون هذا الذي ألقيناه هذا عقيدة مصري عقيدة ليس بخير إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها ولنت ما بها من أذى ثم يأكلها ولا داعي للشيطان وش مع ذلك يرمونها ثم حب عقيدة هذا يعقيد الثلاثة العين إذا كان في العين في السنة نفسه سواء عرف من هذا الشيء أو ما خلقه كذلك أيضا من تقلد وفرا مثل الوفر نوع من السيوف العصبية من عصب الشاة والبعير وما كذلك يستخدمونه في القوت القوت اللي يرماه مثالين هذا الوفر يستعملونه في الأقوات ويستعملونها أيضا قلائد يقلدونها مثل في أعناقهم في أعناق إبلهم في أعناق خيلهم وما أشبه
يزعمون أن هذا يطرد العين. يزعمون أنه يطرد العين. هذا أيضا لا يجوز. وقال رسول إن محمدا بريء منه لأنه نوع من الشرك. والشرك لا يعطيه الله تعالى ولا كان أصحاب. هو رحمت من هذا ما عاد إلا في أشياء قرائية عليه ولا لا. أنا كنت كذلك أيضا من تقلب وطن أو سنجى برديه جاسا. سنجى مقصودة من النبو وهو الإزارة. وذلك لأن الإنسان الذي يتمسح على الخلق يزيد أثره. ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجى للإزارة بالماء وللدماء بالإزارة في الأسواق. أن هذا الحديث وإنه جعل الإنجاء للإزالة في الأسواق بشيء يعني. قال برديه جافة. وش رديه؟ الروث. اللي يستنجي بروث جافة فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رديء جواب في الجنس يكون عارفا لبهائم الجنس. ما لهم إلا الفضراء. فضراء بهائمنا. الرقيع يكون عرفا لبهائمنا. أو عظم أو ضم اللي يكون جب العظم فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون وهما على الله. هو أمام أعيننا عظم يروح نهر الشرك. ولكنه يجن منهوب اللحم أوفر ما يقول لحم. ولكننا لا نرى لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامه ولا شرابه. بل هذا أمر الغيب عند الله عز وجل. علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرع من هذا. وهذا الحديث أيضا كم رقم ذات ومن على الحمد العامل وعباه بحر نعم. وقوله فإن محمدا بريء منه كل ضنب قلنا ببراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم. فكل ضنب تبرع منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث واللي بفاق المال ابن أجلد ما هو مش اللي بفاق المال ابن أجلد من تقلب وترى لأن كان الآن في الغطاء والسماء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع ثمينة من إنسان كان فأكل رقبة وهو فيه. رحمه الله. هو اللي يقطع ثمينة من إنسان يكون مثل من آخر رقعة. وجه المشابهة لأنه أعتق هذا الإنسان من الشرك يفك من النار وهو من آخر رقعة. نعم. ولكن هل الأفضل أن على طول يقطع أحد من المصوفة ولا بالذي هي أحسن؟ بالذي هي أحسن. لأنه لو يعمد إلى قطعها حسوى فإنه وحسن بينهما شفاء ربما يصل إلى القطار. نعم لو كان الإنسان وأنه مطاع كالأمير والقاضي ونحوه ممن
أصبح أمر مقاع فهو لا بأس من عرضه بقاء ولا حرج عليه. هو رب على المطاع سواحده وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون السماء. إبراهيم إذن النخل كانوا يكرهون السماء ما كلها. كانوا الضمير عود إلى من؟ أصحاب المسؤول يعود إلى أصحابه المسؤول لأنهم هم أصحاب كرهون النخل. يكرهون السماء كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رحمه الله عنه فأصحابه كانوا يرون ما يراه. السماء مش السماء التي تعلق على المريض أو على الصغير فإن القرآن أمر من القرآن. مع أن الآن مع الأسف أصبح مثلا صريح القرآن ليس بالشرك بل بمجرد تبرك والدين. وفيها أيضا الآن حوائج يستفيها الله الله وجودها الذهب كلي وفيها أرض الكرسي كل هذا وفيها النطق الثاني وقدر صغير وقدر صغير الله. كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء أن يقرا القرآن ما نزل ليختص به على هذا الوجه إنما يختص به على ما جاء به من أبواب الشرع وما جاء به السنة. لا لا هذا من قوله تابعي وفي المشاهدة مثل ما قلت أنه أعتقها من الشرك فقام الشرك المصحف المقصود وراء راحة المشيخ وعند الغراب وعند المقصود هذا تقدم يا سلام عليه وقلنا هذا ما ينبع هذا أيضا ينبع الله تعالى. فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والسماء. وش الرقى والسماء؟ القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب الثمائن ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الإغلاق أو الكبار وسواء لاتقاء العين أو لاستشفاء من المرض أو غير ذلك أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تصوير السولة. وش السولة؟ الذين يسمعونه يقولون أنه حد المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة لأنهم يرحمون هذا صلة بين المرء وزوجته. أكثر من بعض يقول ليس هذا بل أنا لو أجره كان استغرق علي استغرق علي السحر وما شفت هذا لأنه ألقى لي من يده. ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبته من قلب فهو ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك. ويقول أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى راه السلام راه السلام يؤلف أن حتى الرقى ولكن هذا فيه نظر فيه نظر لأن الرقى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقى وأنه كان يرقى
ولكنه لا يصح ما يطلب الرطوة. فإطلاق هذه النسبة للرطى في نظر بالنسبة للسمائن على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور في نظر أيضا. أكتب له كلام الشيخ ما في نظر. الرابعة أن الرطوة بالقرآن الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى الرطوة بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم انه حق او باطل وهو المفهوم. ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط استنادا الى قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا رقيه الا من عين او حمى، ولكن الصحيح انها من العين والحمى وغيرهما، ما تكون من العين والحمى والصخر وغير ذلك. نعم، وان قوله صلى الله عليه وسلم لا رقيه